45 سنة من وحدة الشعب الصحراوي، فترة تمر ويمر معها الإصرار على مواصلة النضال لنيل الاستقلال. الجزائر لطالما كانت عقيدتها راسخة في دعم الشعوب المضطهدة لتقرير مصيرها. دعوة رئيس الجمهورية لهيئة الأمم بتنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي ما هي إلا محطة أخرى تثبت تمسك الجزائر بمبادئها. نعتز بموقف الجزائر والذي عبر عنه الرئيس عبد المجيد تبون بمقر وزارة الدفاع بلغة واضحة شفافة تشفي الغليل، لها أكيد وقعها سيكون على مستوى الداخلي والخارجي وعلى مستوى المنطقة وحتى على مستوى مجلس الأمن. قد بان الصحراويين جدار غير ظاهر ولكن مانع للعبور بالنسبة للعدو، وهذا الجدار الصحراوي هو جدار الجبهة الداخلية وجدار الوحدة الوطنية الذي ترتكز عليه الإرادة الفولادية للشعب الصحراوي لتواصل الكفاح من أجل حقوقه المشروعة كما ينص عليها القانون الدولي. إحياء ذكرى وحدة الشعب الصحراوي مناسبة سلط فيها المشاركون الضوء على حقوق الإنسان المنتهك بالأراضي المحتلة. نحن نقول بأن المغرب يجب أن يلتزم بتطبيق الاتفاقيات التي صادق عليها والتي يتغنى كثيرا على المستوى الدولي على أننا مصادقين على كل اتفاقيات دولية المهمة الدولية والإقليمية إلى آخره. إذن في الكلام في المطلوب هو كلام عملي وواقعي وهو تنفيذها على أرض الميدان. من جهتها لم تتوانى شبكة الإعلاميين الجزائريين المساندين لكفاح الشعب الصحراوي في دعم الصحراويين برسالتها الإعلامية الهادفة من خلال تأليف كتاب حول القضية. هدفه هو يعني الوصول إلى القارئ البسيط للتعريف بالقضية الصحراوية بكل تاريخها من الجذور إلى اليوم، والكتاب عنوانه بالفرنسية لوسار أوكسيدونتال des origines à l'occupation marocaine، يعني من الجذور الى الاحتلال المغربي. سيكون موجود بين ايدي القراء قبل نهاية السنة ان شاء الله. سنوات من الوحدة واعوام من الكفاح لهدف واحد وموحد، تحقيق الاستقلال.